هل تتخلت تركيا عن جماعة الإخوان؟ سؤال قد ضمجع أعضاء الجماعة المحظورة بعدما سلم أردوغان رقبة محمد عبد الحفيظ إلى السلطات المصرية. تركيا التي لطالما احتمت الجماعة تحت مظلتها بدأت تغير تعاملها تجاه الإخوان، فالشاب الذي سلمته يواجه حكما بالإعدام بعد اتهامه بالتورط في عملية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات. هذا القرار بث الرعب في شباب الجماعة المقيمين بتركيا الذين يعقدون اجتماعات بمقر جمعية رابعة بإسطنبول لمناقشة تأخر إجراءات إخوانهم العالقين في مطارات تركيا والحيلولة دون تكرار نفس السيناريو مع شاب آخر، عبد الرحمن أبو العلا. السلام عليكم، أنا عبد الرحمن أبو العلا المحتجز في مطار أتاتورك من يوم 28/9 إلى الآن. أنا معارض سياسي مصري، تقدمت بطلب لجوء للسلطات التركية في المطار ولكن تم رفض طلب اللجوء، وأنا الآن أنتظر اليوم 72 ليا ولا أعلم ماذا سيحدث معي. هذا التحول أثار انقساما بين أعضاء وقيادات الجماعة داخل وخارج تركيا، خصوصا وأن ياسين أقطاي مستشار رئيس رجب طيب أردوغان صرح بأن المصري المحكوم بالإعدام رحل بالفعل إلى بلاده لأنه محسوب على داعش، وتوالت بعد ذلك ردود غاضبة تجاه تركيا وقيادات الإخوان متهمين إياهم بتسليم محمد عبد الحفيظ، خصوصا وأنه تواصل مع قيادات من الجماعة بتركيا بينهم محمود حسين أمين وعادل راشد وصابر أبو الفتوح، واعتبروا أن هؤلاء تقاعسوا عن التدخل وأنه تخلوا عنه عندما هدد مصالحهم. هذه القضية تفجرت في وقت تشهد فيه استراتيجية أردوغان بمنطقة الشرق الأوسط انعطافات مفتوحة السيناريوهات، فللمرة الأولى منذ 7 سنوات يعترف أردوغان أن لديه شبكة علاقات خفية مع النظام السوري وأن مرجعيتهما معا هي اتفاقية أضنة الموقعة عام 1998. هذا الاعتراف جاء مرفقا بتسريبات إعلامية عن إعادة تنشيط العلاقات بين تركيا وإسرائيل وتغير أجندة أردوغان تجاه الدول العربية. بالمقابل قيادات في الجماعة بدأت تنقلب على أردوغان، منها على سبيل المثال آيات عرابي القيادية التي وصفت أردوغان بكونه مرتكب جرائم ضد الإنسانية. هذا الانقلاب في التوجهات التركية هو بداية نحو تغيير موقفها المعلن من دعم الجماعة المحظورة في عدد من الدول العربية وإعادة العلاقات المقطوعة منذ سنوات مع بعضها، كما أن للانتخابات الرئاسية التركية المبكرة دور في هذا التحول، ولعل أردوغان يلملم فوضى قبل المعركة الانتخابية. فحتى وقت قريب كان ينظر إليه على أنه لا يقهر انتخابيا، لكن المؤشرات الحالية خصوصا الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا تثبت العكس. تركيا كدولة استخدمت الإخوان لنيل حلم السيطرة على البلدان العربية وتخلت عليهم أيضا كدولة حينما بدأت استراتيجيات مصالحها في التغير، ويبقى أمل الجماعة حاليا هو استمرار دعم قطر لها رغم أنها صارت عبئا ثقيلا أثر بشكل كبير على علاقة قطر بشقيقاتها في الخليج وعلى مصالحها. ويقول معهد كارنيجي الأمريكي للدراسات إن علاقة أردوغان بالإخوان وظيفية محكومة بما يعتريها من تقلبات في المصالح السياسية والأولويات، فالدول تحكمها المصالح لا القيم والمبادئ، ويكون مصير من باع وطنه هو النبذ وتسليم الرقاب.